عبد الرحمن العتيقي. عبد الرحمن العتيقي. صافي فوت. اللي عنده سمع ناقص لا يحسن معه. اه والله. عز الدين البلغيتي. عز الدين البلغيتي. عز الدين البلغيتي اللي ما عايزكش. عبد الواحد لطفي. عبد الواحد لطفي. حاضر. العياشي العشوي. بننا معلمنا. سرلي سرلي. المعطي الغرائرة. خليك ادخل هنا. الغرائرة. ادخل عند هذول اللي عيطت لهم. عبد العزيز بوركيبة. بورقيبة علينا. بورقيبة بورقيبة. بفنا خالي. المصطفى الشياني. المصطفى الشياني. الشيباني. مصطفى الشيباني. مصطفى الشيباني. هذا الشباب خلونا ندور. قلت لهم ما قفوا ابان ابان. خلونا ندور. هذا غير كلام جبتوه. الله يهديكم يا ادنان. خليفة المير. المير خليفة المير. زيد المير زيد المير. خليفة المير. زيد زيد المير. زيد باس الله يرحم والديه. باس الله يرحم والديه. رجع الله رجع الله. تجمع في اطار انه كاين واحد الحاجه سميتها المقاولات الصغرى، وكلهم هاد الناس اللي كتشوفهم الناس محتاجه، ناس فلاحه بساط، ناس كيعانيو، ناس اللي ضغطت عليهم الظروف العاديه اللي ابسط الحوايج، الحاجيات ديال ولادهم، الدراسه، الماكل، المشرب، ما عندهمش واحد المدخول اللي يكونوا مطمئنين. تقريبا تقريبا تلقى هنا 70% اللي خدام بواحد الثمن اللي هو ما كافيش 70 درهم، وبالعلم ان 70 درهم راه ما كتكفاش واحد. الا جينا نسولوا الناس المسؤولين واش غادا تكفى 70 درهم؟ كاينين الناس اللي عايشين في ديور ديال التراب، القطره عليهم في ايامات الشتاء. كاينين الناس اللي ما عندهمش طريق. كاينين الناس اللي مهم ماشيين جد 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 صعبه. الحوايج الابسط الحوايج ابسط الحوايج اللي كاينين الناس باغيين غير خدمه، بالعلم ان مدينه قلعه السراغنة معروفه بواحد المساحه شاسعه وديال ديال ديال الاراضي الصالحه للزراعه، ومعروفه بشجره الزيتون اللي هي كتمتاز بها قلعه السراغنة، وكنفتخروا بهذه الشجره المبروكه حيت اكثرهم كيساينوا الموسم ديال الزيتون، حيت هو اللي كتكون فيه الحركه. يعني كنطلبوا من المسؤولين والجهات المعنيه ووزاره الفلاحه والناس اللي عندهم يد على هذا المجال، باش يدعموا هذا المجال ديال الفلاحه، باش يطوروه، باش يكون واحد الارشاد، واحد الارشاد الناس الفلاحه. نعطيك مثال، كاينه الساقيه. ساقيه لحد الان سادينها، والناس حارتين والقمح وكاع ديك المسائل اللي كيزرعوا عطشانه. يعني غاده البلاد غاده كتخسر. الربيع ما كاينش، كاع ما كاينش. العلف غالي. الى ها الموضوع ديال الفلوس مازال ما كايناش شي حاجه اللي هي رسميه، يعني كنسمعوا غير العشوائيه، يعني مازال ما عرفناش شي حاجه اللي هي رسميه. قبيله جيت لقيت الاكتظاظ، سولت علاش الموضوع، قال لك ما عرفوش كيديروا تيدخلوا وكاين الاكتظاظ. سولت قال لك انهم اختاروا من بين 40 دوسي جوج دوسيات. يعني علاش معذبين بنادم لهاد الدرجه؟ يعني لا كانوا باغين فعلا يدعموا الشباب ويدعموا الفلاح الصغير هو تكون واحد الوثيقه بشكل رئيسي تصنيها تقاده فيها جميع الوثائق اللي غادي تعدل باش تستافد من هذا التمويل ومن هذا التمويل اللي جا من جلاله الملك نصره الله. وتحيه لكافه المغاربه، امهات واباء وتلاميذ وطلبه مناضين وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.